أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمجرد العلم بحادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية لدعم أسر الضحايا وتقديم أقصى رعاية طبية للمصابين. وأضاف مدبولي في تصريحات عقب زيارته مصابي الحادث بالمستشفيات التي يتلقون العلاج بها أن الحكومة قررت فورا صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين. ويمكن فخامة الرئيس طبعا اللي مكلفني ان انا اودي خالص العزاء لاهل الضحايا والمصابين، احنا بنقول لهم احنا معاكم في هذه المرحله. يمكن مع وزاره التضامن قررنا فورا صرف مبلغ 100,000 جنيه للضحايا، لكل ضحيه طبعا في صوره فوريه لاسر الضحايا، بالاضافه طبعا لمبلغ برضه يعني حسب درجه الاصابه سيصل الى 20,000 جنيه للمصابين. ده بالاضافه لتقديم او رعايه كبيره جدا هنقدم للضحايا واسر الضحايا والمصابين في المرحله القادمه من خلال العديد من الدعم العين في هذا الموضوع.